السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة تاع تهيئة تاع واد الحراش، واللي تقع مقابلة ببلدية براقي. إذن وهنا نشوف جانب من تهيئة كبيرة تعتبر واسعة وفيه أشغال تحت تهيئة. إذن في هذه المنطقة، وهنا نشاهد طريق السيار الشرق غرب اللي يجي من اتجاه وهران والبوليدة باتجاه مطار هواري بومدين. إذن هذه هي تهيئة على مستوى بلدية براقي. نزيد نمشي بالاتجاه هذا، منا نزيد نمشي. نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.